أنا رغم أن في المعارضة يعني الحبيب الصيد هو إنسان معناها مجتهد جدا باش أنا أعتقد كذلك، على الأقل معناها هو عنده إرادة قوية من أجل أنه ينهض بوضعية البلاد. المشكلة ما هيش في الإرادة وحدها، المشكلة في الخيارات. لو عندك إرادات العالم الكل وأنت خياراتك يعني غير وطنية وخياراتك متخلفة وأنت مصطف في صفوف الرجعية، فمهما كان عندك من قلب طيب ومن شجاعة فإنك ما لا تستطيع أن تتقدم قيد أنملة بتلك الخيارات اللي كانت هي بيدها خيارات بن علي اللي صار عليها الشعب التونسي. المشكلة ما هيش في يعني الحكومة الفلانية أو الوزير الفلاني، المشكلة في الخيارات. طالما الخيارات الاقتصادية والخيارات التنموية والخيارات الاجتماعية على هذه الشاكلة، طالما أنهم يعني يرجعوا في خياراتهم إلى التجارب الفاشلة في العالم، طالما أنهم ما تعظوش أن الشعب التونسي وقت اللي صار ذات 17 ديسمبر صار على نفس الخيارات اللي هما متمشين فيها تو، وطالما ما وعوش أنه الشعب التونسي نفس غلطة الترويكا. الترويكا تغير معناها السلطة تغيرت منها، كان الأقنعة كان بنظام فاسد، نظام بن علي وليلى وجماعته، تحول إلى الترويكا الفاسدة والنهضة الأكثر فسادا. فهمت هذاك؟ علاش هي الحكومة كان عليها أن تستوعب الدرس، ما استوعبتش الدرس إلى حد الآن. هذاك علاش احنا يسمعوا كان في أصواتهم هم وحدهم، معناها مشكلتهم فقط هو تقاسم السلطة، المحاصصة الحزبية اللي تو من عكسها زاد على تعيين الولاة، هذه مشكلتهم. معناها يعني الخيارات هي بيدها، فقط الاختلاف في من ينفذها. لكن شنو الاختلاف بين حكومة مهدي جمعة وحكومة حبيب الصيد؟ يعني احنا ندرا نقيموا في الأشخاص ولا نقيموا في الخيارات؟ الخيارات هي هي، ووضع وضع البلاد هو هو، لم يتغير منه شيئا. هذاك علاش نعتقد انه نفس الحكومه، فقط كان على راسها مهدي جمعة ولا على راس الحبيب الصيد، وقد يذهب الحبيب الصيد ويجي واحد اخر ويجي غيرهم وغيرهم، باش تظل نفس الحكايه طالما انهم نفس الخيارات.